انا اكبر صدر بالوسط الفني. ضد او مع اعلان كردستان دوله مستقله؟ انا مع اعلان كردستان دوله مستقله. اوكي، فالناس تقول اليوم ان المسرح التجاري عباره عن كباري متنقل. كباري حق صح. اليوم برايك انه صار الاعلام دعاره مغلفه بالقنوات؟ طبعا عن اطراف الحديث ممكن يكون منبرك الاعلامي الاخير يعني موت وراء محل ان احنا تحكي بالسياسه. عجبتني مده 4 سنوات. يعني شو دخلت وين دخلت يعني ليش ما بتشوف الاشياء البوزيتيف؟ اكيد اكيد ما احنا اكو بوزيتيف موجود ولا اقوى هايدي وهايدا كله نقدر. انت منك متابع؟ لا انا متابع. وين قدم اعتذار؟ المفروض حضرتك قبل ما تعمل كان معي انترفيو شوي تراجع. لا انا تراجع فيه. انت قولي وين سوى الاعتذار؟ اللي هو موضوع الغيره يعني هذا شيء يعني افاجئك فيه. اقول لك انا هذا عملي انا صريحه عندي غلطه. هيفا وحيد تعتقدين هيفا لو مو تمثيل بس؟ لا ما بنزل حل. ليش يقولوا بيكون مشاكل هواي؟ لانه بيناتنا مشاكل هواي. فيان صارت انه قالوا لها حكيت عليك وانت شو نزلت رقمي بالفيسبوك ويعني سوت هاي الحركه الله يسامح. من الخلايا بالمنطقه او بالعالم يبتدى قاعده كلتي يمتلكها مختلصه ونجح في تغيير ولن اقتنع ويسمح السيد باي اجابه ممكن ان يقولها. ما استحي. في عنا هنا بغداد يمكن معروف وظهر انه بنات الكافيه ينزلون يصيرون مذيعات. انا اشتغلت وياها عمل واحد فاوتني الويل. هي كمخرجه ايش قد بتشوف وطنيه؟ ماكو انسان او فنان او اي بشر ما يحب وطنه طبعا. لازم يعني هذا الشيء ومو بدينا يعني هذا مفروض علينا. بايخ. بس وقف التصوير. أمنتج التصوير. أوكي وقف التصوير. شنو التصوير؟ وقف التصوير ما أقبل يطلع. أنا أعتذر. شفت كيف شوفنا؟ يجوز ولا ما يبين؟ يا نظر الناس لا غلط. حتى لو 1% لا أبدا. إحنا على السوشيال ميديا سألنا.